The show is no, no. with you. دلال نقوش لطليبه حكوميه مع بلال المير ودينا درويش وأهدنيات مع كريم مسعود واكيد صديقنا ميشيل ابو سليمان لك بس أنا حتى بالأخدار. انا وبرا كنت عم بحضرك من كل ميلة عايله قالوا <applause> لي <applause> وكنت عم بلحقك بس كون على هالميله وعلى هالميله يعني ما عن جد ما اتركك بنظر. انت بكل الميلات ميشيل بدي ابارك لك عن جد بنجاح البرنامج مرسي. برنامج عملت يعني ماسترنج بتقديمه وبرنامج كثير حلو اصلا يعني عم كنا معودين عليه على الام تي في وعم نكثر فيه هلأ. هو لذيذ لانه بيجمع كل اللبنانيه من كل لبنان صح يعني لبنان عم يظهر بيستفزك بيستفز انه تفكر بالجواب الاكثر منطقيه يعني بيستفزك انك تجاوب يعني دائما بنكون كلنا بدنا بتقولي هيدا اللوجيك لا هيدا مش لوجيك ليش جاوب هيك ليش ما جاوب هيك وفي اجوبه ما وليش يعني الستاتستيك هيك اوقات بتقول يعني كمان ليش الاحصاءات الاحصاءات شالت هال حتى انا بستغرب انه بالاحصاءات هيدا المفروض الجواب يكون اكثر بس هم الاكثريه الاكثريه يعني هيدا الموضوع الانتخابات يعني مثل موضوع الانتخابات اللي رح نحكي فيه هلا بعد شوي <applause> مثال أه خبر اليوم بدنا نبارك لك لمايكل ميرسي لانه مش بس نجح بالبروفي نجح مع مونسيون كمان مع مونسيون يعني قد ايه انت بي فخور اليوم الله يخلي لك الحمد لله والله يخلي لك ايمن كمان وتخرج اكيد برا وكنت عنده تسنق. الحمد لله على السلامه يعني. الله يسلمك آه بدنا نقول انه عم نحكي عن شيء حلو بس للاسف كمان وردنا خبر قبل شوي انه باطلاق النار العشوائي احتفاء بالبروفي وقع يعني رجل ضحيه قتيل ضحيه صح. بقى بليز يعني مش كل افراحنا ما بقى في بليز إيه ما بقى في بليز منى هي كلمه بليز ما بقى مش موجوده في هيبه الدوله المفروض تفرض حالها خلصت في هيبه وفي هيبه في, في الهيبه لدي. هلا جايه كمان <applause> خلينا مثال نرحب بجمهورنا الليلة اللي جاية من ثانوية السويفات ومن بتلون ضيعة بتلون بدنا نوجه لهم تحية كثير كبيرة بدنا نذكر المشاهدين نحن بس اخر حلقه ما كانت لايف انه نحن لايف بدهم يتفاعلوا معنا بدهم يطرحوا اسئلتهم على آه، الضيوف بيقدروا يتفاعلوا معنا على هاشتاج حديث اندرسكور البلد وفيهم يتابعونا على تويتر وعلى فيسبوك ونحن بنمرق لهم كمان اسئلتهم على اسفل وملاحظاتهم على اسفل الشاشه <applause> خلينا ما نطول على ضيفنا الاول بلكي بيفسر لنا هال هالقانون لانه هو صاحبه هو اللي اخترعه صح هو اللي ابتكره صح بليز تع فسرنا وفسر هي. للمشاهدين عليك يعني عليه اليوم <تصفيق> واجب واجب <applause> <applause> مشكور عليه سلف اهلا وسهلا <applause> <صح تصفيق> بطريقه اهم شيء انه راح يكون تفسير عن عملية الاقتراع اللي هي الأسهل وعملية الفرس بطريقة مبسطة وإلستريتت حتى المشاهدين يقدروا يستوعب. ونحن كمان نستوعب. نقدر نستوعب طه. وهلأ حديث البلد مع مروان شربل <applause> وسهلا فيك بحديث البلد اهلا فيك يعني فينا فينا نقول انه انا كان لك إيه؟ الايد التو يعني الطولة بانه شربكتنا هالشربوكه كلها هيدي لا مش انا اللي مش شربوكه شربولي <تصفيق> <تصفيق> انا وجاي شفت في درك تحت سالتهم للدرك شو جايين تعملوا؟ الابن لميشيل نجح بالبروفيه وقوص ايه شا... بقى هلا بدهم ياخذوا هلا جاي, هلأ جاي قويس هلا بيحكي عن هذا الموضوع <applause> عن جد معالي الوزير اذا ابنه اذا عن جد ميشيل قوص اليوم شو بتقترح يعملوا فيه؟ الحبس انا انا بدي لك شغله القرار تركين القرار لبعدين <applause> أيوة. اكيد ما بنقول له كونجراتشوليشن هلا لمايكل <applause> <applause> القرار بايد الدوله وبايد القضاء صح صح الدوله الاجهزه الامنيه انها دغري فورا تشغل المخبرين اللي عندها ويكمشوا الاشخاص باسرع وقت صح. ويتحا ويتحاكم باسرع وقت ونشيل ايدنا عن القضاء اللبناني على جريمه قتل اكيد طبعا طبعا ويشيل ايدنا عن القضاء اللبناني حاج بقى مسيسينه لانه بفكروا للمية قبل ما ياخذ القرار يعني نحن املنا كبير بوزير العدل واملنا كبير انه الامور هلا كمان على ايام عندنا وزيران مهمين جد وزير الداخليه جدي بكلامه ووزير العدل الاستاذ نهار المشيوخ يعني رجل رجل دولة بكل معنى اثنيناتهم حقيقة صح. مع الوزير جريصاتي رجل دولة مثل ما عم تقول منى نعم بي بي يعني 100% وعم بياخذ اجراءات وعم بياخذ قرارات حاسمه بهذا الموضوع والاجهزه الامنيه بدي اقول لك انا حياة إيه لو ما في اجهزه امنيه ما في دوله صح صح تحيه كبيره لا لا, لا قوى لا الامن تحيه كبيره لاله ولاولادنا بالنهايه بقوى الامن مروان شربيل انت عميد متقاعد وزير داخليه سابق وخبير بقانون الانتخابات اللي اشتغلت عليه بعهدك بالوزاره وزاره الداخليه واحالته حكومه الرئيس مئاتي بوقتها على مجلس النواب أقر اليوم مجلس النواب قانون الانتخابات الجديد وهذا حديث البلد يعني وحديث الساعة وهالإقرار كان الحدث الأبرز مؤخرا وانت معنا الليلة لتشرح لنا نحن والمشاهدين عن العملية الانتخابية وعن الفرز بطريقة بطريقتك المبسطة والمباشرة ما في شك لأنه مثل ما قلنا تحت الهواء هذا هذا المشروع اخذ معنا مع فريق العمل اللي نحن اشتغلنا نحن وياه اه وكنت انا عضو بهذا الفريق يعني كنت مم. وزير داخلي بس ما كنت اقبل احد ان يتراس هذا الفريق كلنا مثل بعضنا بنفس المستوى تيم وورك يعني طبعا تيم وورك واستعنا بكثير من المنظمات الدوليه مع السفراء اللي هني كانوا يستعملوا او لم يزل حتى الان يستعملوا القانون النسبه نعم مع المجتمع المدني لا. وكمان حتى المجتمع النسائي وكمان الاهم من هيك انه ذوي الاحتياجات الخاصه مدام لقيس بعدني بتذكر كانت تيجي وتقعد معنا شو انتم شو بحاجه لحتى نحطوا بهذا الانون طيب وبال... ما زال يعني الكل اشتغلوا بمعيتك اكيد وب يعني مشاركتك الكبيره هذا القانون اليوم شو لازم نسميه انون الوزير مروان شربيل انون شربل، فريق انون مئات عدوان لا انون مروان شربل ولا انون مئاتي ولا انون عدوان اول إيه. شيء في انون انون عملوا فريق العمل نعم فريق العمل واشترك فيه عدة أشخاص خارج فريق العمل فريق عمل مروان شربل فريق العمل اللي ألفه الوزير مروان شربل وقت كان وزير داخلية وبقدر بقول لك أنه لأول مرة بتاريخ لبنان من وقت خدنا الاستقلال لهلا لأول مرة يطرح مشروع أنون غير الأنون الأكثر اللي موجود حاليا اللي هو النساء ايه عليه حكومه يراسها الرئيس مئاتي ويحال هذا المشروع الى مجلس النواب وله من سنه 2012 بمجلس النواب نعم امبارح حاولوا آه حاولوا طبعا طرحوا عده مشاريع ما وصلوا لحل ليش ما وصلوا لحل لازم المواطن يعرف بالمشاريع اللي طرحوها في بالفريق اللي هن مألفين 2004 على طول في واحد ربحان بيقبل في واحد خسران بالمشروع بيقبل بيرفض مم. هو في حق في المشروع تبعنا إيه؟ المشروع تبعنا تبع فريق العمل مش مشروعي انا مم. ما حدا بيقدر يعمل انون لوحده عشان هيك بيستغرب بيقولوا انون فلان فلان ما بيعمل انون مم. في فريق عمل بيسهر هو هو تفسيره بده طبعا صحيح. طبعا اكيد اكيد انا بشكر فريق العمل اللي اشتغل معي ها. اخر شيء يعني اليوم انت رافض لحق لحق الفيتو لهالاربع اطراف لهالاربع اطراف؟ لهالاربعة الاربعه الاربعه او اللي كانوا من برا سته او ما بعرف مرات ينقصوا ثلاثه كان دائما يبحثوا بعده مشاريع مختلط تاهيلي وغيره وغيره كانوا يشوفوا انه انا الربحان بقبل فيه الخسران بيرفضوا م. وصلوا بالاخر على القانون اللي نحن عملناه بوزاره م. الداخليه هيدا يلي ما حدا بيقدر م. يعرف إذا هو بده يربح أو بده يخسر م. إلا هيك بت... افتراضي أنا بدي أقول هون إيه لأنه حتى يعني إنه الإحصاءات ما فيها تريد. ما حدا بيقدر يعرف ما بيقدر يعني إنو... يلي بتجيبيهم يلي بيعملوا إحصاءات هلا هذا كله بسبب الأصوات التفضيلية بيس... طبعاً مش طبعًا بس هيك بسمعهم اليوم بيقولوا أصحاب ال... بيقدر تبع الإحصاءات بالأكثر يجمع واحد وواحد اثنين إنه في أمل هذا ال... هذا الحزب بيطلع بين الخمسة والخمسة وعشرين طيب ليه نعم بتصيبها يعني بين الخمسة والخمسة 25 إيه. ما بتزبط يعني المرجن. المرجن ايه لا ما, ما بتزبط ما حدا بيقدر يعرف كبيرة. أنا بقول لك في شغلة وحدة بيقدر يعرف واحد فيها رئيس اللائحة هو عنده شانس يعني الزعيم الأول رئيس اللائحة أو رئيس الحزب نعم أو زعيم اللائحة عنده شانس 90% او 95% انه هو يطلع قبل غيره. بس مين بده يجي وراه؟ ما حدا في ما حدا بيقدر يعرف. ما حدا في يعرف. آه اليوم بيزعجك انه الاعلام بيتجاهل دورك؟ لا إيه؟ لا بالعكس. بالعكس بيتجاهل دوري الكل عارفين يعني إن الكل عارفين انه هذا الدور عملته وزاره الداخليه وعملوا فريق العمل اللي عمله الوزير مروان وانا افتخر انه لاول مره بتاريخ لبنان لهلا ادخلنا النسبيه اخ افتخر وفرضنا النسبيه <applause> <applause> بس الرئيس الرئيس بري اقر لك بهالشيء شو قال رئيس بري, بري لما الرئيس بري اقر وقال هذا هو سنبلة من سنابل الوزير مروان شرب لانه عمل عده عده امور ووقت اللي شفته قال لي برمنا ورحنا وجينا ورجعنا عليك <applause> ريسيو عندك يعني ريسيو عندك على كل وتح... حال وتح... انت كنت وتح... اول من اقترح ال... يعني من بين الاقتراحات اللي اقترحتها هي ال 15 دائره عملنا 9 و10 و11 و12 و13 وال15 كانت بينهم و... وهلا ال 15 عش... انا وياكي هون على البلاتو بنعملها 18 مش, مش <applause> مروان صار بالعوده للقانون بالوقت اللي الناس مستوهمين منه وملاقيينه معه. لا بالعكس اسهل شيء بالسهل والبسيط اسهل شيء انه بالنسبه للمواطن اللي بدو بده ينتخب طب فينا نفرجي المشاهدين اليوم عملت لهم جرافيكس ولا عملت لهم تابلويات عملنا تابلويت تابلويت كيف كيف بتتم العمليه الانتخابيه؟ اه هون في هيدي أه. الاحرار المصوره كنا هيدي هيدي بدي هيدي انا حقيقه حبيت اني احطها لانه مره انا نشرت على الصفحه الالكترونيه عندي انه تتصوري هاي الاحرار المصوره صدرت سنه 1926 يا لطيف 90 سنه من 90 سنه وهيدا الملحق بالضبط هيدي صدرت نهار الاحد لكن اذا بتشوفي بالزاويه مم. نهار الاحد ب27 ايار 1927 يعني عمرك تس... ايار يعني قريبه من عمره 90 سنه لكن المواضيع اللي كانوا عم يختلفوا عليها بهديك الايام انتخابات ومقاطعه ومجالس نيابيه مطعون بشرعيتها أيوه. البحث في الغاء الطائفيه السياسيه في الدستور جدل حول ديكتاتورية المجلس سقوط أيوه. سعر صرف الليره انقسام نيابي انقسام نيابي حول اجراء الانتخابات البلدية, البلدية وتحت الإجارات الايجارات وقانون الايجارات آه موضع آه جدل آه آه وبعدين يعني مشكله تجنيس المهاجرين لا مش تجنيس المهاجرين مش تنجيس تجنيس تجنيس المهاجرين يعني بعدنا والاهم من هيك والاهم من هيك احي عندي موجودة هون انا ما انتبهت لها نقاش الحدود اللبنانيه الفلسطينيه لانه كان بالاول مش معروف هلا الحدود اللبنانيه السوريه صارت صح لكن الكاريك... الإسرائيلية والإسرائيلية حتى اسرائيليه هلا حاطين الحدود و... وفي خلاف بعض الاحرار المصوره لكن الكاريكاتير تبعها هو اموال البلاد بين السرقات والحرائق بعدنا بنسرق من تسعين سنه مم. طيب راح نبطل ولا إيه؟ ولا من شبه يعني من شبه هالبلد شب على شيء على شيء على هالبلد شب على على صعبه، صعبه. 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 علميو صعبه. علميو صعبه. صارت ترسخت صارت ثقافه شب على 180 سنه بفتكر يلا اجت هاي اللائحه هيدي اللائحه بدنا نفهم هلا هيدي اللائحه طبعا وزاره الداخليه بتطبعها لنفترض بدائره معينه في اربع مرش اربع لوائح هالاربعه بينطبعوا على لائحه وحده هلا هيدي لائحه متخيله ايه, ايه اكزامبلير فهالاربعه هودي بينطبعوا على ورقه وحده بيجي المواطن وبنزل هالورقه كلها اوكي هيدي الورقه بس نروح ننتخب بيعطونا اياها بال بالقلم 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 جوا بيعطوك اياها انت شو بتعملي بدك تنزلي بس فيها اربع لوائح بتحطي اكس بكل لائحه على اخرها في مم. في كادر ابيض ومقابل كل اسم وصورته في كادر ابيض مم. بتحطي على الكادر الابيض الكبير بتكوني انت اخترتي هذه اللائحه وتحت منها بنفس اللائحه مم. بتحطي, بتحطي X اكس بتقولي يعني هذا صوت ملزم. التفضيلي هذا صوت التفضيلي يعني انا هلا بفهم انه انا ملزمه نقي لائحه من هيدي اللوائح ما فيني اخلط لا ما بقى في خليك هدي النسبه بس فيه. ضمن ضمن اللائحه اللي اخترتيها بتحطي اكس على بي الاسم يلي انت بيعجبك بتحطي له صوت تفضيلي، بنجمع تفضيل. الاصوات التفضيليه بعدين بنشوف مين بيطلع بهذه اللائحه يعني ما بقى محت... ما بقى يحتاروا العالم، فيها نوع من الديكتاتورية شوي لا 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 انك ملزم تاخذ اللائحه مثل ما هي بالعكس في حدا ما بيحبط بال... ما بيعجبك بيختاروا بالصوت التفضيلي أيه. يعني م... اللي اللي ما, بيعجب ما هي, هي. اللي, بد... اللي ما بيعجبني اللي بدي ما بيعجبني بلغيه بياخد صوت يعني تفضيل. انا مثلا أنا من هاللايحه في اثنين عاجبيني من هذيك انا كنت نحن كنا حاطين بالإنون تبعنا اثنين صوت تفضيلي صوتين تفضيلي صوتين ضمن الدائره دم... مش ضمن القضاء هذا كان عدلوا عملوا لاسباب الدائره كانت تكون اكثر ديمقراطيه إيه طبعاً. طبعا لانه اوسع ولانه لا. بيكونوا طلعوا باول ده. ليش تقول لأ. لانه دربل. انت اذا انا مثلا جبال كسروان انت عم انت عم تفرضي بعدك عم بتقولي على المواطن ينتخب هذه اللائحه مم. طب في عالم انا ما بدي اياهم اوكي بس مجبور اني احطها بس اعطيني كمان شوار لالي خيار لالي اني نقي انا بالصوتين التفضيلي اخذ من كسروان او من جبال هلا جبرتني اخذ من جبال بس يعني جبرتني مرتين حط اللائحه مثل ما هي أوسع. وحط صوت تفضيلي بقضاء جبال يعني من يلي تاهلوا من جبال لكسروان كان فينا ومن غير اقضيه كان فينا نقي اثنين هلا اثنين. صار فينا نقي واحد بس من القضاء الخرصية. من القضاء اللي انا فيه قضاء وقدر شوية برافو يعني. <applause> 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 طيب آه بالنسبة للفرز قلت انه كتير صعب هلا هلأ ما له علاقة المواطن فيها نعم هيدي هلا ما له علاقة المواطن عم تيتمثل انا جزين وصيدا هلا اذا عدد المقاعد بجزين وصيدا خمسة هون لنشوف المعدل ايه هون لتشوفي الحاصل الانتخابي اللي هو على اساسه <applause> بيطلع عندنا 75 وخمس... وسبعين الف اللي انتخبوا مثلا بهيدي الدار تقسمي 75 عندنا طيب طيب 75 ألف ناخب بهالمنطقة تقسمي 75 ألف على خمسة بيطلع 15 ألف يعني كل لائحة بتاخذ 15 ألف بيطلع لها مقعد اوكي عرفتي كيف؟ اوكي هلا في يعني في... إيه؟ إذا بدك معدل النجاح أو معدل التأهيل لللائحة هو 15 ألف اللي بتجيب أقل من 15 ألف طيب ما بتطلع ما بتطلع ما بيطلع حدا منها ما بيطلع حدا منها وبنخصم ساعتها اللي أخدتن من ال 75 ألف اوكي بنرجع بنقصه بنرجع نعمل من اول وجديد نعم بنرجع اللي اخذته مثلا اخذت 13000 بناخذ 62000 بالضبط وبنقسمهم على خمس مقاعد كنت بتعرفي لا عم جرب نقسمهم على خمس انا مقاعد شغلت لي بالي هلا بدها ترشح الهيئه ايه بلشت انا والله عم بيطلع عم بيطلع ذبذبات ما لها ما لها يعني انا بس بدي أترشح طرقت على قبل ما فاتت كثير قوي <applause> عم بيطلع عم بيطلع ذبذبات ما إلا خلي السياسه لاهل السياسه وخلينا نحن محل ما نحن كثير كثير ما إلا أنك نحن فيه تفاجات نعم. انك انت عايش الجو تفاجات انه بتعرفي ال... لانه بي... يعني بهمنا مثل كل المواطنين يعني هيدا اللي عم بشرحه هلا المواطن ما ما, بي... ما له علاقه فيه، المواطن له علاقه بينزل هالورقه وبفل على بيته نعم هيدي بدهم يعملوا لها مكننه اذا ما انعمل لها مكننه في صعوبه بالنتائج مم. فاذا لنرجع لن عدد فاذا الصوت 15000 كل لائحه اول لائحه اخذت 45000 بتقسمي 45 على 15 بيطلع لها 3 وبتقسمي 30 وثاني واحد اخذ لها ثلاث اخذت 30000 يعني اخذت ثلاث معدلات نجاح اخذت ثلاث مقاعد ثلاث مقاعد. مقاعد اللي هن مقعد مقابل لمعدل نجاح هي اللائحه اللائحه اي اللي انا مسميها بيطلع لها ثلاث نواب من 3 اصل خمسه وتاني لاحة اذا ليحة... اخذت 42 الف ما لا. بيطلع لها بيطلع لها نهائي له. بلا كيف لكن 42 بيطلع لها كيف لكن بتقص 42 في الكسر الاكبر م. حسب بدي تشوف اذا 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 نفترض اخذت 42 الف وقسمناهم على 15 بيطلع 3.6 لنفترض او 3.7 وهيديك اخذت 2.2 0.7 بيطلع له نايب اه أوكي يعني ما بدنا ناخذ 3/4 نايه مثلا او 6 مش موجودين بنعنى. ها ودي 60% وين هو بصغار هيك صار ممكن <applause> لا حقيقه بدي استفسر على هيدي النقطه هيدي هيدي الليحه اخذت مثل ما قلنا فاصله 6 وغيرها اخذت فاصله 4 كيف بتوزع الفاصله 6 بتربح الصفر فاصله 6 هو القاسم هو الأكبر. الكسر الأكبر. الكسر الاكبر بيربح صوت اوكي حاسه حاسه الكسر الاكبر كانه بجراندايزر ايه الكسر الاكبر بطولة هلا هذا هذا الجدول قبل العمليه الانتخابيه بينزلوا هيك تسقيط <applause> مشان هيك قلنا يعني بعد كل هيدا اللي شفناه انه نحن فينا نعرف يمكن انه رئيس هاللاحة بده هيدي الخطوره بده بالصوت التفضيلي الواحد صوت تفضيلي لازم يكون في صوتين بكل صراحة ليش؟ بس لأنه زعيم أرى. اللائحة <applause> زعيم اللائحة حياخد أربعين ألف صوت أو ثلاثين ألف صوت والتاني اللي بعد منه حياخد خمسة آلاف أو ستة آلاف وهذا لا يجوز بالصوت التفضيلي الواحد لازم <applause> صوتين حصرناها بشخص طبعا واحد. ما احنا عملناه لمحاكاة للموضوع شفنا أنه غلط يعني هلا هيدي بعد العملية الانتخابية شفتي شوفي باللاحقة نعم. اول واحد اخذ 15000 بعدين 12 30 20 9 هيك هيك اجوا وهيك بنلاقي بي. حبه نقلوا قصة هيك انا عملت بالانت هلا اني شو عملوا عملوا زادوا زادوا على المشروع تبعهم النسبه المئويه وهون غلط ها ما لازم كانت تنعمل لانه انت اخذتي باول لائحه 45000 طلع لك طلع لك 45000 واخذتي من ال 45,000 30,000 يعني بنسبه قديش؟ 33%، بينما بنلاقي حد ثاني اخذت 30,000 وانت اخذت 25,000 من 33 بيطلع لك نسبه مئويه بحدود اكثر من 33 33%، تصوري هيديك بينجح اللي اخذ اقل وهيديك بيسقط. كبدايه هذا غلط مش لازم كنت تكون هيدا مش هيك بنعمل على على صعيد النسبه المئويه انعملت غلط انعملت نسبه المئويه هون على اي صعيد؟ هلا لحقلك ضمن اللائحه ولا لا بعدنا بالقضاء بعدنا ضمن هلا اللوائح نزلت م. كل لائحه اخذت صوت اخذت اصوات تفضيليه اول لائحه قديش طلع لها اصوات تفضيليه؟ قديش طلع لها؟ بنجمع طبعا بنجمعهم بنجمع كل واحد اخذ اول واحد اخذ لنفترض 15000 صحيح. نضرب 15000 ألف بمية ونقسم على 45 ألف النتيجة النهائية بيطلع آه. 66 بالمية هكي صرنا هون لأنه ثلاثة اللي هي ثلاث لوايح ايه هؤلاء احتان من خمسة صاروا 10 عشرة هالعشرة منحطهم بلائحة واحدة بالدور كل واحد بالدور الأول الثاني الثالث بالنسبة اللي أخذها ضمن كل لائحته اوكي ميشال عدلي هيدي لا <applause> ترتيب اسماء المرشحين في لائحه واحده من الاعلى الى الادنى وفقا لما ناله كل مرشح نعم عم تقرا ميشيل عم بقرا عم تقرا المكتوب انت عم تقرأ افكاري لا <تصفيق> <تصفيق> يعني القانون يعني ما يستوعب هذا مستحيل الشيء. بس منو كتير كثير بسيط ما ما لك قلق ما له علاقه المواطن فيه هذا بقول لك مكنني هون المكنني عم هون مكنني. عم بالفرز بس نحن عم نفهم الناس قد ما بيقدروا يفهموا بهذا الموضوع <تصفيق> <تصفيق> شو بدهم يفهموا لا يفهموا. لا بيفهموا بي. <applause> بدو وقت لا اللي 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 متطلع واللي آر واللي أه مطلع واللي قارئ القانون واللي ايه بده يكون واحد كثير مطلع بال بس انا ايه. عم شوف اذا انت مركز انا مركز ما كنت مركز طيب هلا هلا بنشوف اللي محطوطين باللون الاحمر هودي طلعوا اول ثلاثه اول اول واحد من اللائحه ا وثاني واحد من اللائحه ب وثالث واحد من اللائحه ب اوكي فاذا اللائحه بي طلع لها صوتين بنخطش كل شيء باللائحه بي هدول خلص راحوا راحوا ما تاهلوا ليطلعوا لا على لا يلا آه شوف على الدائره ايه انخطشوا كفه اللي وراها بليز ايوه خطشوا. انخطشوا خطش. راحوا نعم. فاذا اللائحه اللائحه بي طلع لها اثنين بعد آه. في اللائحه اه بيطلع لها ثلاثه اوكي كفه بليز اللي وراها لا 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 قبل قبل رحتوا كثير بسرعه ايه ها هلا بقي لكن ماروني ماروني تحت وكاثوليكي فاذا ربح الماروني والكاثوليكي مع مع السن اللي مع الماروني اللي, مع الماروني الفوقاني طلع لها لائحة ثلاثه اللي بيون اللي وراها بليز اي هل هل طلع لها ماروني وسني وكاثوليكي والتاني طلع لها سني وماروني نعم أه على شوفي اللي اخذ 20 هذا الغلطه الكبيره نعم. بالنسبه انه اللي الكاثوليكي باللائحه ا آه اخذ نعم. بالمية بينما الكاثوليكي باللائحه ب وين هو الكاثوليكي باللائحه ب 26 اخذ 26% كاثوليك تحت اه. 20% اه. وباللائحه الثانيه اخذ 26 اخذ 26% اللي اخذ 26 سقط اف ولا هون الظلم مش الظلم لانه راح بلائحه قويه هو مم. راح بلائحه قويه اللائحه القويه اللي فيها طلعوا اثنين منها وهي بيطلع لها اثنين فاذا اللائحة كلها ما بقت تنحكى هو راح بقى باي إليمينيشن اه. وهيدي بالاضافه انه الطريقه اللي استعملت بالنسبيه غلط <applause> لو ما يستعملوا النسبيه كان الكاثوليكي كان طلع اللي اخذ 26% اللي اخذ اه اصوات أكتر من اللي اخذ لانه بالقضاء طبعا لانه ساعتها بتروحي اصوات هونيك دابه هاللايحه هوني الكبيره آه اللي قويه يلي ما بعرف ليش انعملت هيك حقيقه آه اليوم آه يعني على سيره المارونه والكاثوليكه مزبوط انه هيدا القانون بيضمن انه على القليله 50 نائب يجوا مسيحي من المسيحيه يعني إيه مش على مش, مش للاحزاب كد... مسيحي بقوته الذاتيه بيطلع بحدود الخمسين 50 وبيطلع <سؤال> مسلمين كمان ال50 مسلمين ومسيحيين بس بالاصوات المسيحيه بالاصوات المسيحيه يعني الاصوات المسيحيه اليوم صارت بتجيب 50% من عدد النواب الموجودين بالمجلس اليوم شو تعليقك على اعتماد البطاقه الممغنطه؟ صفقة حلوة ولا رح يعملوا قرشين فيها يعني <applause> لا مش هيدا لا يعني مش مش هذا هو الموضوع لانه لا. ما بتحرز القصه بالنهايه م. بس اذا في طريقه ننتخب فيها غير البطاقه الممغنطه هي إيه ليش ما من بنستعملها في عنا الهويه م. الهويه فيها باركود وفي عنا الباسبور من اهم الباسبورات بالعالم للمغتريين. هو البيومتريك اللي نحن عملناه نعم آه و... مش الكل معه باسبورات للمغتربين لا لا مش للمغتربين اللبنانيين كل اللبنانيين بيقدر ياخذ الباسبور ولا نص ثلاث بس اذا عنده الشيء. هويه منه بحاجه يعني إذا, اذا اذا بعد ما عنده طبعا يا بينتخب بالباسبور يا بينتخب بالهويه نعم وبعدين في بدنا ننتبه في فرق بين البطاقه الممغنطه والبطاقه الالكترونيه هني عم يطلبوا بطاقه ممغنطه أصعب بكتير من المطاقة الإلكترونية المطاقة الإلكترونية يعني فترة تستعمليها البطاقة يعني هويتنا هي بطاقة إلكترونية أوه. فيها باركود شو الفرق يعني هيديك فيكي تستعمليها لعدة مراحل يعني ببرة بياخد بطاقة بتاخديها من وزاره الصحه فيها رقمك وفيك تروحي فيها على حي الله وزاره وفيك تفوتي على البنك تسحبي مصاري وفيك تستعمليها بتقطع تيكت تحضري المد... تحضر فيلم سينما وكانها هويه وكانها مش هويه هي بتسهل امور الناس نعم. هاي الممغنطه اما الالكترونيه تستعمل لحاجه وحده يلي هي الانتخابات الانتخابات انتخابات اذا عملناها الانتخابات مخصصة. نعمل الانتخابات لا لا, لا, لا لا بقى ما بعرف ليش بدها تنعمل لانه بدها وقت يعني انت من راي وزير الداخليه انا 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 حاليًا انا ضدها انه انا ضدها ضده ضده لانه طيب ليش تنسهل عمليه الانتخاب فينا نسهل عمليه الانتخاب بالهويه أوي. اللي معنا مروان شربل بعد كل جهدك ومساهمتك بهالأنون معقول نشوفك مرشح عن شي دائرة؟ هلا أه بدي حبتين بنادول اذا بيترشح ايه <applause> او لانك <ده مكتحدثي. تصفيق> لا ما عندي هواية ما ما عندي هواية يعني يعني اليوم بتقول لهم ليش عملوا هيك للي طالبوا بالبطاقة الممغنطة؟ بس مش بس بها ليش خربطتوا الخربطة المشروع اللي نحن عملناه بوزارة الداخلية بدراسة تقنية بدراسة إذا بخبرك هنا إنه كل شغلة كنا نعملها محاكاة كل شغلة أكيد حتى رمح. عملنا محاكاة للصوت للائحة بدون صوت تفضيلي لائحة بصوت واحد وللائحة بصوتين طيب بدي أسألك, أسألك على السريع ليه؟ ليه؟ ليه عملوا هيك؟ لانه كل واحد خيط البدله اللي بده اياها بس على العجله وعلى ثلاث ارباع الساعه الاخير اللي خيطوا البدله البدله سودا حطوا لها زر احمر والبدله بيضه حطوا لها زر اسود تلبكوا بالنهايه كان عندهم لا ما كان عندهم وقت لحتى ما يوصلوا لهذا القانون منيح اللي كان هذا المشروع موجود بمجلس النواب حتى قدروا يستعملوه كزوه حرفيا مع بعض التعديلات اللي شوهوها فيه أنا عم فكر ابقى انا وياك ليك ليه عم تعمل هيك أنا عم فكر حبك وينك ليك هيك هيك بتعمل هيك وانا عم فكر ابقى انا وياك ليك يعني بلكي اذا قدروا يعرفوا يعني الشوائب اللي بهالقانون بين ما 22 بتكون تعدل شوي لحتى من هلا بالك و... أنا, انا انا ظنيت بكل صراحه انه وقت اللي شوهوه بهالشكل هيدا ووافق عليه مجلس الوزراء طلع بعض الوزراء بمجلس الوزراء عم أن بيقول انه بدو تعديل من بعد ما موافقوا <applause> كيف يعني من بعد ما بتوافق بتقول بدي تعديل ليش ما عدلته قبل ما توافق ما اخذوا وقتهم ومجلس النواب نفس الشيء لانه في وقت صاروا محصورين نوصل ل 20 اذار 20 حزيران وبينتهي مجلس النواب مشان يعني هيك انا شكيت بالموضوع هل هذا القانون نعمل لنمدد لمجلس النواب او نعمل لنعمل انتخابات في علامه استفهام ان شاء الله يوصلوا اليوم يوصلوا ل لس 6 ايار 2018 ونعمل انتخابات. بس أه حتى يصير في تعديل؟ انا من هلا باللون انه بقيوا بقيوا تسع سنين ما قدروا يوصلوا لهالمشروع هذا ومع التعديل اللي عملوه ما قدروا يوصلوا لنتيجه الا بهالتشويه نعم. ما حيقدروا خلال 11 شهر ولا رح يتفقوا انهم يعدلوا حرف او فاصله لا منلحق قبل هو هيدا الانتخابات هيدا, هيدا هو ذاته بده يروح على الانتخابات اكيد ده. لا نحن عم نقول بلكي قبل ال22 ما 22. ممكن لا يعني, آه يعني مروان شربل بتقول بس بالنهايه انه الكحل احسن من العمى طبعا الكحل احسن عشان هيك قلت لك انا شيء حلو بهذا المشروع انا بدي اقول لك شغله لولا الموقف اللي, اللي أخذه رئيس الجمهوريه بامتناعه بامتناعه بتوقيع مرسوم دعوة لهيئات الناخبة بإنون الستين كنا هلا نحن عملنا انتخابات إنون الستين الموقف الرجولي اللي أخده رئيس الجمهورية ورفض مشان هيك اضطروا الكل يروحوا على القانون النسبية وأن يكون مشوه بس شغلة مهمة جدا أنه غيرنا الحياة السياسية بحياة سياسية أخرى وصار يفوت على مجلس النواب مواطنين نواب من كل الطوائف ولكن غير حزبيين ان شاء الله <applause> مروان شربل نحن بعد ما خلصنا معك لأنه عندنا سلسله اسئله سريعه بالويل بس هالاسئله بالويل 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 مستعد لله تعتير يعني تعتير حسب وهلا مروان شربل وانترفيو بالويل مروان شربل مين حالته بالويل اكثر الامن او الاقتصاد الاقتصاد مين حالته بالويل اكثر 14 اذار ولا 8 اذار اثنيناتهم بالويل يعني صراحه 14 14 مين حالته بالويل اكثر النظام بسوريا او الشعب بسوريا طبعا الشعب بسوريا مين حالته بالويل اكثر الطرقات او الديمقراطيات ما فيش ديمقراطيه بلبنان م. يعني بعد الطريق في طريق على الأقل ما, ما في ما مع في ديمقراطية عندنا نحن ديمقراطية توافقية وهيدي الكلمة بتأذي الأولانية <applause> هيدي بتأذي الكلمة الديمقراطية طيب ما فيك تجمعي ديمقراطية وتوافق الديمقراطية بعكس التوافق وهيدي بتخلينا إنه ما ند... إنه ما... ما... نطبق القانون ولا الدستور على شو بنتفق من بنمشي لو كان ضد الدستور ولو كان ضد القانون وعم نشوف بديمقراطية. مين حالته بال... <applause> بال... مين حالته بالويل اكثر السياسيين ولا الشعب؟ اكيد الشعب السياسيين مرتاحين مبسوطين وخي نشكر الله مين حالته بالويل اكثر اتفاق الطائف او الطوائف الطوائف بلبنان اليوم لانه بيديروها احزاب طائفيه يعني انا من اسمك بعرفك باي حزب ولو كنتي مش بحزب او باي حزب كنت كنت لا 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 هيا لا 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 لا. هشرحها هي هشرحها هلا حضرتك درزيه يا اما بدك تكوني بحزب درزة يا اما ما بدك تكوني بتقعدي على جنب. ما راح تروحي لا عند القوات ولا على تيار المستقبل ولا لا عند التيار الوطني. اذا رحتي بتكوني رايحه عن منفعه. صح. يعني انت طالبه شغله. يعني انا وهيدا للاسف ما و... كان قبل الحرب ما كان, كان طبعا قبل... قبل وفيها من كل رزق الله يعني... على ايام على ايام وقت كان عندنا حزبين حزب او ثلاث احزاب يعني النجادة، حزب الكتائب حزب الوطني الأحرار كان فيهم من كل الطوائف طيب حتى الحزب الاشتراكي حتى, حتى الحزب, الحزب الاشتراكي كانوا المسيحيين في أكثر من الدروز مؤسسينه طيب. يعني أكثر أغلق. من الدروز كانوا المسيحيين مية بالمية هيدي معروفة هلأ بتشوفي تقريبا تقطيش روس لا مش تقطع مش تقطيش، مثله مثل كل الأحزاب مين حالته بالويل أكثر الكهرباء بلبنان أو الإنترنت <applause> طبعا الكهرباء كهرباء بس الكهرباء بس تجي بتجي إيه؟ الانترنت بس يجي ما بيجي لا برا بيروح وبيجي بالانترنت لكن هلا بكل صراحه في وزير مهم مم. هلا ادي له هيك بعت له تحيه عم بيشتغل بشكل جدي ان شاء الله يعني معقول لاقي وبدي اقول لك شغله عم بيشتغل أجل. لازم لانه اذا ما كان في انترنت بكره ما في فرز الكتروني كمان طبعا بدك بحاجه ما فيك تفرزي لانه بدك تعملي انتخابات تعملي مكننه للانتخابات نحن بحاجه للانترنت مين حالته بالويل اكثر ميشيل ابو سليمان او ميشيل ابو سليمان مفروض بحال اكثر اولاده لميشيل ابو سليمان عليكم بالويل حبيبي يا بابا يلا الله كريم الله كريم الله كريم تفرش تفرش الله كريم ايوه بالويل. <applause> شو رايك نشوف الكارت خاص... الخاص فيك كيف حالته الليله بالويل شو اخذت له هديه لابنك لأ نجح بالبروفيه البدو بقي جبله وين المصاري ما هو معك خباها ليك خليني انا اقدم انا بقدم حلقه من كل ميلة عيلة وتعوا انتوا اشتركوا. ايه <تب> ايه <reviewing> نربح الجوائز جوائز ذكرتيني <تز>، هلا في شكوى عليه لانه هذا الاسم أخذه من مسلسل تاني شو هو هذا كل ميلة عيلة هديك عايلة عكل ميلة عايلة على فرد ميلة عايلة فرد ممنوع تستعمل بس عايلة بس, بس عيلي عيلي عمره عشرين قبل. سنة بالأم تي لا عايلة وميلة ما فيك دي فإذا ليش ما تشكيتوا عليه وهذا ابن عمي بيقربني وقع تعمل لا أنا بأمره وأنا بحممه بالكيلة <applause> <applause> فادي شربل من عمار زوجة للفنانة كمان كارين, كارين. الممثلة والكاتبة وكانت ضيفتنا وعملت مسلسل رائع كارين كمان. مهمة وعندها مسلسلات وهو روعة كمان فادي اثنيناتهم فنانين كبار خلينا نشوف لكن جوانا شو جايبت لك جوانا <applause> زورنا بالشاشة اليوم أيه. أيه فيها. شو مكتوب على كارتك مع اللوزي؟ اكتب عبرة واحتفظ بالبطاقة ذكرى لأحفادك اكتب عبرة لكن على الكارت وخلي البطاقة ذكرى للأحفاد عندك ثلاث ولاد اسم الله ما هي؟ ايه طبعا ثلاثة الاحداث الله واحد على الطريق ثلاثة بثلاثة ثلاثة بثلاثة في لهم في صوت تفضيلي لحدا بيناتهم؟ لا 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 ما في؟ ابدا بس البنت كانت البنت انا بالنسبة هي الكبيرة وعندها عندها توم غرامي عمرهم خمس سنين هلا اسم الله بيعلموني كيف بيشتغلوا على الكمبيوتر الله يخليهم مش عم بمزح اسم الله يعني بس هو غرامي ولا ابني ابني عمره 30 سنة م... من هلا لشهر الجاي بيجي صبي بدك بدها تشد الغرضيه شوي على ابن الابن انا اثنين مثل بعض يعني مثل ابن شربل أيضاً لا انا اثنينهم بالنسبه لي يعني ما فيني اقول لك كنت كنت اسمع دائما يقولوا ما في اعز من الولد الا الولد, الولد, كنت شو ما اقول شو هالكذبه هذه معقول في حدا اعز من اولادي صدقيني استمتع فيهم طعمه فيه انا اولادي ما كنت احملهم لانه ما كنت كنت ضابط بالدرك وروح واحد. هلا ما فيني شو ما فيني نام اذا ما اجوا لعنا على البيت طيب شو بدك تحط لهم عبره عبره لالهم كمان ولا اللي بنيه رح اكتب رح لك شو رح اكتب فبتبقى ذكرى لهم يبكوا علي وما ابكي عليهم ان الله يكون المستقبل احسن الله. وعمر طويل لالك ولالك <applause> يعني موت قبل منهم الله يكون يت... إيه؟ عمر طويل لألك ولألك سمح ولا الله يعني, يعني عمر طويل بس هي هي هيدا يعني سنة الحياة إن شاء الله يعني ب... بدي أطلب منك تبت تبرمها للكات على الكاميرا عندي يا أغي حتى